بعد طول انتظار، من المقرر أن يعود مطار عدن الدولي مجدداً لاستقبال الرحلات بعد توقفه لآخر مرة في 7 يوليو بسبب الأوضاع الأمنية. فالمطار الذي تعرض للدمار أثناء حرب الميليشيا على عدن أعيد افتتاحه لفترة قصيرة في 22 يوليو الماضي بعد تحرير المدينة. وزير النقل مراد الحالمي أكد أن المطار سيستأنف رحلاته الثلاثاء المقبل آملاً أن يستمر في ذلك، خاصة بعد إغلاقه مرتين نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية. جهود كبيرة تبذل لتأمين المطار، وصلت إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف على تأمين المطار وسلامة حركة الطيران فيه. يستبشر اليمنيون خيراً بعودة مطار عدن في ذات الوقت الذي يأملون فيه تحسن الوضع الأمني، على أمل أن تعود الرحلات لتسهم في تطبيع الحياة داخل المدينة التي تعد البوابة الأكثر حيوية، وبإمكانها تخفيف العبء الملقى بثقله على أرواح اليمنيين.